اخي ده دخلها يا اخي راح اجن والله العظيم راح اجن يا زلمه يا اخي شو راح تجن يا اخي بدي اطلع لبرا بدي اطلع لبرا يا اخي كيف بدك تطلع لبرا مع نحن صرنا سنه وشهر متحاصرين ما بعرف شلون من كان بدي اطلع لبرا يا عمي لقيتها شو هاي لقيتها وينها وينها لقيتها ما شاف بدي اطلع لبرا كيف بدك تطلع لبرا نفر تحت الارض كيف يعني من تحت الارض حفر يعني تحت الارض تطلع شلون بدنا نطلع من تحت الارض فهمني مزبوط فوق النفق يا اخي لو النفق شلون من كان طططط تحت الارض تصير برا انت فكره يا زلمه لا حبيبي ما دخلت براسي كلياتها بربك بدك يعني ابدي صورتك كلياتها تحت الارض على حفر انفاق عمي احفر نفق انت لحالك انا ما دخلت براسي انا رايح بدك شيء الله معك سلام طابع مخطأ يا الله ننزل نشوف يا عم في نفق هون ننزل نشوف شو في ايه عم الله طلع بحيسن عم يحفر نفق طب ما صدوا اربع خمس ساعات حافر 100 متر اربع خمس ساعات معناتها هو بحفر النفق انا لحالي يا الله ما عاد خلص حفرة هالنفق يلا رح نكمل شغل احسن شيء يا الله حتى الانفاق عم يضربونا فيها شو يا اخي بطلت بطلت راجع على الحارة يا عمي صرت حافر 150 متر يلا كفي الباب لوين بوده؟ نطلع نشوف وين بنصير نطلع من هذا الباب نشوف وين بنصير كيفكن يا شباب؟ ايه سيدي شلونكن يا شاويس؟ شرابي ان شاء الله بخير الحمد لله سيدي كيف اوضاع الجبهة تمام؟ على كيفك سيدي الشباب فوق فوق سيدي تفضل اشرب متي الله يقويكم صح صح على قلبك على قلبك تفضل خليني اشرب متي يا عمو ترى انا طالع من عند الجيش لا بتساوي هلا يا مصير أنا غير حل واحد بدي اتوكل على الله وفوت اطحش عليهم يا بس تشهد جوا عندهم يا اما بتجلس معي واصمت من عندهم لبرا العافية يا حبيبي هلا حبيب هلا شو هلا حبيبي حبيبي من هند انا؟ ايه ما عرفني؟ لا انا من جبهة بو علي اهلين اهلين كيفك؟ كيف بو علي؟ ان شاء الله منيح تسلي اهلا وسهلا ما امبارحة بعثت لكم خبر انه مشان تجوا تقرقعوا متي عندي والله امبارحة اجا جماعتكم والله والله يا حبيبي الف فضل والله يا في فضل الله يقويكم الله يقويكم الله يخليك ويحميكم الله يقويك يا رب سيادة الضابط فوق 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 لانه بو علي بعث لي سلام خاص عن سيادة الضابط اهلا وسهلا تفضل بدي اطلع اوصل له اياه اهلا وسهلا بدك شي حبيبي الله معك هلا بس ارجع نقعد نشرب متي ونحكي ونكيف اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك هلا الحمد لله نفحتنا من فوتتنا من باب الجبهه تبعيته شوف ما في عساكر تمام ان شاء الله تتعود تنميها معانا على السلبي ما
ما ليكو 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 هني ليكو لو أما تعبدوا في ولا الإرهابي بطلوا من السماء ليك شفتي ليك شو شفتي لولا سيدي هلا مرحبا سيدي هلا سيدي خير شو في سيدي لك هن من أي مجموعة من أي أنت ما لنا شايفينه هذا سيدي سيدي أنا من جبهة أبو علي أين أبو علي سيدي اللي الجبهة اللي حد صار لأنه سيدي اجيت لأن صوتك موصل منك يا سيدي قلنا بركي في شيء أفي شيء أفي قلنا بيجا من أزرقن يا سيدي لا أفي شيء أفي شيء يا سيدي نحن الجيش كلياتنا قلب واحد عبارة أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك سيدي شوفي في شيء عندك شيء بس ما صار لأول الشباب هنا والأمور بخير إن شاء الله تمام سيدي أنت لازمك شيء بدك شيء سيدي أنا بدي أطلع لبرا من عندكم على الدكان مقابل جبهتكم بدي أشتري علبة متة إيه بدك تروح تجيب متة إيه بدك شيء جيب لك شيء مع سيدي بدك مصاري مشان نجيب متة بتجيب لنا معك للشباب متة خلص وبالراجع بدك تطوي لا لا سيدي سيدي شقد يعني سيدي ما في خمس دقائق خمس دقائق قولهم بس سيدي سيدي خرج بس استعير منك الفرد انه سيد فرد هنيك يا سيدي بتعرف انت يعني هلا هنيك برا مليان ارهابيين يا سيدي وين فردك له نسيته هنيك يا سيدي جبنا معاك متى خلص ولي منكم رح جيب بسكوت كمان يلا قول ابي سكر جيب ابي سكر خلص رح جيب بسكوت يلا قول بدي عشان سيدي الله يحميك ايه سيدي ليش العمل الحمد لله نفذنا باعجوبه العمل خربيتهم شو هالجيش العمل تعرف الجيش جحش على الاخير اي واحد بفوت بيسلق عليهم